السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، هذه تغطية لأحداث مدينة مصراتة ليوم السبت الموافق 7/5/2011. ففي صباح اليوم استيقظ أهالي مدينة مصراتة على استمرار النيران المشتعلة في خزانات الوقود وسحابة من الدخان الأسود امتدت مسافة 2 كيلومتر. كما استمرت أعمال لجنة التعقيم والحجر الصحي في تعقيم وانتشال بعض الجثث التابعة لقوات القذافي في الأماكن التي كانت تتمركز بها هذه القوات. وفي الجانب الآخر استمر شباب مصراتة في التقدم ومحاصرة فلول قوات القذافي في أسوار كلية الجوية وتحرير شبه كامل وتمشيط لمنطقة طمينة ودحر لكتائب القذافي بعيدا عن ضواحي أبو روية وتكبيدهم الخسائر الكبيرة في العتاد وفي الجنود. الوضع العام بالمدينة يشهد استبشارا بقرار روما بتسليح شباب مصراتة. كما استمرت معاناة مدينة مصراتة من نفاد الغاز والشح الشديد في الخضروات والانقطاع المتكرر في الكهرباء، كما أنه بحمد الله وفضله لم تسجل مستشفى مصراتة شهداء باستثناء بعض الجرحى.